السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكفى والسلام على عبادي الذين اصطفى، ولا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل من ربنا ونعمة مع البخاري، ما زلنا مع كتاب الجهاد والسير. أحمد، نختم الباب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، اللهم ارض عنا عن شيخنا وعن والدينا وحاضرين المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، وما زلنا مع كتاب الجهاد والسير، قال رحمه الله: حدثنا مسدد ابن مصرهد الثقة السبت الأمين رواه الجماعة. قال: حدثنا خالد الحذاء أبو المنازل. لا، سيدي، خالد أبو الهيثم. خالد أبو الهيثم يروى عن حبيب ابن أبي عمرة. طيب، ماشي، من الثقات. قال: حدثنا حبيب ابن أبي عمرة، وهو من الثقات. قال: عن عائشة بنت طلحة. الحمد لله بالوليد، وهي من الثقات أيضا. قال: عن عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها سيد نساء العالمين، أعلم النساء على الإطلاق. أنها قالت: يا رسول الله، ترى الجهاد أفضل العمل؟ ترى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. الله أكبر. وقال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن منصور، ومن الثقات الأزبات. نعم، عفان بن مسلم، ومن الثقات الأزبات أيضا. قال: حدثنا همام. همام من؟ همام بن منبه، لكن هذا طبقة هذا طبقة تحت الطبقة. ممكن يكون همام هذا ابن يحيى. نعم زين. ها؟ نعم، هو. هو همام بن يحيى بن دينار. نعم. قال: حدثنا محمد بن جحادة، وهو من الثقات. قال: أخبرني أبو حصين. نزل بإسناد جدا البخاري هنا. من أبو حصين؟ عثمان بن عاصم ابن حصين. نعم. قال: أخبرني أبو حصين أن ذكوان حدثه. من ذكوان؟ السمان أبو صالح. نعم، الزيات ذكوان. ما أنا أسألك أنت. طيب، جيد، استغربت جدا بسؤال زيد. نعم، هذا العنف. تفضل، حفظته من كتر ما حضرتك بتقوله. لا، رضي الله عنك ونفع الله بك. قال: أن ذكوان حدثه أن أبا هريرة رضي الله عنه، رضي الله عنه وارضاه، وابو هريره سيد السبع المكثرين عن النبي الامين، ان ابا هريره رضي الله عنه حدثه قال: جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، فقال: دلني على عمل يعدل الجهاد. نعم. قال: لا اجده. قال: هل تستطيع اذا خرج المجاهد ان تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ قال: ومن يستطيع ذلك؟ قال ابو هريره رضي الله عنه: ان فرس المجاهد لا يستنم في طوله فيكتب له حسنات. رضي الله عنك. وهنا في تمام هذا الباب هو حديث مجاهد عندما قال عائشة رضي الله عنها: قالت: يا رسول الله، ترى الجهاد أفضل الأعمال، العمل أفلا نجاهد؟ يعني شوف، هذه فيها أمور: الأمر أول الهمة الراقية عند النساء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليكم. همة تصل إلى السماء، امرأة تريد أن تجاهد لتوازي فعل الرجال. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها: رضي رسول الله، ترى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ هذا تنافس في الخيرات ومسارعة في الطيبات، وترى بأن المرأة لا ترضى أن تكون أقل مكانة من الرجل. لذلك سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد، في رواية قالت: يعني لا لكم الجهاد، أليس للنساء جهاد؟ فقال: جهادكن جهاد لا قتال فيه، جهادكن الحج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. طبعا هنا الكلام أفضل الجهاد حج مبرور، لا يمكن أن يقال بأن هذا على إطلاقه، هي أن السياق من المقيدات، والمعنى أن المعنى في الحديث: يا عائشة، أفضل الجهاد لكن حج مبرور. يا عائشة، أفضل الجهاد لكن حج مبرور. السياق من المقيدات، لأنه لا يمكن أن يقال بأن أفضل الجهاد هو الحج المبرور. هو من أفضل الجهاد، نعم، لكن أفضل الجهاد على الإطلاق؟ يبقى إذن السياق يبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك مبين لعائشة
لكنا أنتن أفضل الجهاد الحج المبرور. وقد ورد ما يؤكد ذلك في قولي جهادكن جهاد لا قتال فيه، جهادكن الحج، فأكون في قوله صلى الله عليه وسلم لكن أفضل الجهاد حج مبرور، يعني لكنا أفضل الجهاد حج مبرور. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على امرأة مقتولة في ساحة الوغى، وش قال؟ ها كانت هذه تقتل، الأستاذ شهادة أيضا أتى بها، قال ما كانت هذه لتقاتل. فيكون هنا السياق من المقيدة، أتى بها الأستاذ، فالسياق مقيد. لذا نقول بأنه ما أراد أفضل الجهاد على الإطلاق، ولكن أراد أفضل الجهاد للنساء الحج، الحج المبرور. وطبعا هو جهاد، لأن هي شوف عائشة لما قالت كانت تمنت أن تكون استأذنت كما استأذنت سودة، مما رأت من شدة الأمر في الزحام بالنسبة للجمرات ولغيرها. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له دلني على عمل يعدل الجهاد، قال لا أجد. شوف هنا هذا حديث يؤكد ما قلت، لأنه هنا الآن بيسأله أي عمل أنا أعمله يعدل الجهاد، قال ما في عمل. لو كان الحج له يعدل لقال له. وهذه فيها دلالة وإمعان على التقوية بأن المقصود أفضل الجهاد للنساء الحج المبرور. قال دلني على عمل يعدل الجهاد، قال لا أجده. قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ قال ما يستطيع ذلك. قال أبو هريرة فإذا فرس المجاهد إلى آخر الحديث. لكن الأصل أنه لما قال دلني على عمل يعدل الجهاد، لو كان الحج يعدله لقال له ذلك. فصار هنا عندنا إما التعارض وإما التقييد. أقول لما قال لا أجده، ما في شيء يعدله، يبقى معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد يعني حج مبرور، يقصد للنساء، يقصد النساء. وهذا أيضا فيها فضيلة الجهاد، ولأن الجهاد من الخير المتعدي، ولأن الجهاد فيه حفظ صغور المسلمين، ولأن الجهاد فيه نصرة الدين. وقلنا والجهاد جهادان، جهاد سنان وجهاد لسان، وأعظم في عصورنا جهاد اللسان، فإن جهاد السنان عظيم جدا لحفظ الثغور، ولكن جهاد اللسان لحفظ القلوب والأرواح ولحفظ العقائد والعلوم. ثم قال أن تستطيع أن تدخل المسجد فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر، ما في أحد يفعل ذلك، ما في أحد يستطيع فعل ذلك. حتى أن المسلم لما قام وتورمت القدم كان ينام ويقوم. فقال أبو هريرة، شوف هنا أبو هريرة، قال أبو هريرة فإن فرس المجاهد لا يستن في طوله فيكتب له حسنات، يعني يمشي على طريقه وهو يمتد عنقه أو تمتد عنقه ويكتب حسنات، يكتب حسنة. نعم الله يستعملنا، كما تقول سنن الريح أو سنن الريح، ففي سيره تكتب له الحسنات. وهذه معناها في رواية أخرى قال ما شرب ما راف ما بال إلا وكانت له حسنات، لأنه أوقف نفسه نصرة لدين الله جل في علاه، أوقف نفسه نصرة لدين الله جل في علاه. والقاعدة العامة أن نفع المتعدي أفضل عند الله وأعظم النفع الذاتي، وأفضل النفع المتعدي هو الجهاد في سبيل الله جل في علاه. الفوائد المستنبطة: تنوع الأجوبة في سؤال واحد دلالة على أن الإجابة تناسب حال السائل. لا هجرة بعد الفتح من باب العام الذي يراد به الخصوص، كيف ذلك يا درعمي؟ سيدي ما الهجرة مفتوحة إلى يوم الدين، الفقر والهجرة والترحال، فلا بد من تقييد، فلا بد الآن من الإجابة. يعني الهجرة تنقطع؟ لا تنقطع سيدي. ممتاز. إذن أنا سهلت عليك الباب الآن. إذن هذا عام مخصوص صراحة، خاطر نادى أتى بها وشهادة، الأستاذ شهادة أتى بها، وفضل أعتقد أتى بها. يعني لا هجرة من مكة إلى المدينة، لأن مكة صارت بلد إسلام. فهنا يقال هذا عام يراد به الخصوص، لا هجرة عمومه صحيح،
يراد به خصوص لهجرة من مكة إلى المدينة، لكن الهجرة من كل بلاد الكفار إلى بلاد الإسلام واجبة إلى يوم الدين. يبقى إذن هذا من باب العام الذي يراد به الخصوص. فضل صاحب الهمة العالية. عائشة تقول لكم الجهاد أليس لنا جهاد؟ نعم. الجهاد لا عدل له، أفضل العمل الرباط في سبيل الله جل في علاه، هذا أفضل عمل على الإطلاق. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.